تخش بقى لي حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والمتنمصة والواشمة والشمة والمستوشمة والواصلة والواصلة والمستوصلة. جميل جدا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن امرأة بعينه، يبقى احنا حتى في الحديث في الرد على الحديث لقينا تطبيق عملي اهو، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لعنش امرأة بعينه، انما لعن الفعل اللي بترتكب اللي هذا بترتكب العنف. هذا الأمر. خش بقى لي كتب الفقهاء يا دكتورة نانسي، ونفصص الحديث تفصيلة تفصيلة تفصيلة، لأن حضرتك قلتي إن السائلة بنوتة عندها 20 سنة وراحت للكوفير أو ما إلى ذلك، ثم قيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. إحنا عندنا في مسألة النامصة والمتنمصة هنرجع لأهل الاختصاص. مين هم أهل الاختصاص يا دكتورة نانسي في زماننا ده؟ دار الإيه؟ دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف. جميل جدا. جميل. فلما نرجع لفتاوى دار الإفتاء المصرية ونرجع للأزهر الشريف في هذه المسألة هنلاقي كلام عميق ودقيق ومحقق. حلو قوي. ايه هو الكلام بقى؟ الكلام بيقول ان الفتوى المعمول بها في وقتنا هذا ان مسألة لعن النامصة والمتنمصة، بس برضو للسادة المشاهدين الفرق ما بين النامصة والمتنمصة، ان هناك فرق ما بين اللي تروح للكوافير فهي التي تطلب، وما بين التي تفعله لنفسها او تفعله لغيرها. يعني مصففة الشعر ايوه، او والست اللي بتروح له انا مش عارف اسمهم ايه بقى الكوافيريت. بالانجلش. ايوه تمام الكوافيريتور تمام ما شاء الله. اللفظ متعرف عليه. ايوه جميل. فده الفرق ما بين النامصة والمتنمصة. دار الافتاء وفتاوى العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان في الوقت اللي احنا فيه ده بينطبق الحديث على المرأة التي تقوم بعملية غش. غش غش يعني ايه مش موضوع المقصود بيها اللي تعمل ايه حواجبك موضوع نضب حواجبك. ما انا هقول لحضرتك اهو. جميل. ما هو فيها تفصيل بقى للمرأة المتزوجة. يعني المرأة المتزوجة لو كان المسألة عندها يعني بنشوف الشديد سيدات فعلا وفي ففي حواجبها موصولة قوي وشكلها حتى يعني رجالي شوية. والموضوع ايوه الموضوع فيه يعني زياده او شده شويه، فما فيش مشكله اطلاقا باذن الزوج او بطلب من الزوج ان المراه تذهب وتفعل ذلك. بس احنا بنتكلم على ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث ده كان في بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دكتوره كان ياتي اليها خاطب مثلا، ففيها هو فيها هذا الامر، فعشان خاطر لا ينفر ولا يطير اللي عارف باللغه العاميه المصريه، ما يطفش زي ما بنقول. ده بنقول المصري ما يطفش. عشان العريس ما يطفش مني فاقوم عامله ايه او مريحه، اغير ما هو موجود بالاصل، اغير ما هو موجود بالاصل بالتدقيق يعني معقولة ده كان الهدف والترقيق. ان هي ما تغيرش خلق الله، اللي هو مثلا زي ما كانوا بيقولوا لنا برضو بعض المشايخ ربنا يبارك في اعماركم جميعا، اللهم امين. ان المقصود ان في واحده ست بتقوم رايحه شايله حواجبها بالموس تشيله وتعمل بقى وترسم. بعدها وشم كامل ايوه فغيرت شكل حواجبها بالكامل. حتى في نهايه الحديث يا دكتوره نانسي المغيرات لخلق الله. بالظبط. فهم عشان كده الاثنين متصلين عشان كده ببعض. الاثنين متصلين ببعض. جميل. طب لو كانت امراه متزوجه وفي بيت زوجها وجوزها طالب منها لان وطلب، شكلها لان ملف المساله مشعرة صعبه زياده. جدا، فما فيش مشكله طبعا اطلاقا في هذا الامر، فلا تدخل تحت الايه؟ تحت تحت بند، تحت اللعن بند اللعن او اللي تحت النبي صلى الله مسمى عليه اللعن. وسلم. نعم ما صحيح. احنا عرفنا خلاص الهدف من الحديث انه حضرتك ما تروحيش تغيري من خلق الله ليكي عشان تغشي حد خطيبك، او مثلا هو ده شكلي او انا بتجمل بهذه الصوره عشان ابدو اجمل مما انا عليه. طيب هنا نفس القصه في الواصله والمستوصله، الست اللي بتحط نفس الباروكه. اللي هو مسألة الشعر الزيادة الشعر. او الوشم برضو اللي هو بس برضو هناك فرق بين الحنة اللي عشان برضو السادة المشاهدين بعض الناس بيختلط عليهم الامر ويدخل الحنة في الوشم. الحنة حاجة، الحنة ما فيهاش اي مشكلة خالص ولا لسه فيها طب اي والصبغة، لعن. والايه صبغة الشعر، الستات اللي بيطلع عندهم شعر أبيض وكده بتبقى حتى من لا لا سن لا ما فيش بدري قوي وتحت الحجاب. لا ما فيش اي ما مشكلة احنا خالص. خدوا بالكم من حاجة بقى، احنا هنا لما بنيجي نتكلم في فتوى الست بنتكلم على إن المفترض إن احنا اللي بنتكلم عليهم محجبات. نعم يعني لما بنقول تروح للكوافيرة مش قصدي إن أنا بتكلم ومشايخنا بيقولوا تروح للكوافيرة يعني تنزل الغير محجبة تروح، احنا بنتكلم في إن يعني على أساس إن هي عاملة فرض ربنا سبحانه وتعالى، واللي لسه مش عاملاه ربنا يهدي الجميع يا ويثبتنا، رب. محدش عارف بكرة في إيه. اللهم طيب آمين. جميل. يبقى احنا دلوقتي الواصلة والمستوصلة، الست اللي بتروح تركب الإكستنشن وسنين الإكستنشن
ترجمة يا دكتورة نانسي. اللي هو وصلة الشعر تروح اللي لواحدة وصلت شعرها الشعر. قصير تقول الشعر يبقى طويل تحت جميل. الحجاب برضه، ايوه. عشان جوزي بيحب الشعر الطويل، ولكن انا شعري مثلا بعد الولادة تعب او كذا او كذا او كذا، او ولكنه في متغطي. او هناك من يسعى الى مثلا في مشكله اه في الشعر شعر الخفيف الراس، بعد الولادة يا فاي والله مولانا. يرضى عن حضرتك، فما فيش مشكله اطلاقا طالما انه لم يدخل تحت بند الغش الزوجي مش غش، لو الزوج لو عارف الزوج وموافق تمام. ما فيش اي مشكله طالما ان ذلك لم يدخل تحت مساله الغش. حلو قوي. وحتى بنتكلم برضو على مرضى السرطان، ربنا ربنا يشفيهم يشفيهم ويعافيهم ويعافيهم يا جميعا رب. يا رب اللهم في امين. هذه الحالة. إذا ارتدت الباروكة ما لأن فيهاش اي بتكون خلاص مشكله. متجردة من الشعر النهائي، نعم. فده ما فيش لا مشكلة لا إن لا، ما شاء فيهاش الله. مشكله، ربنا يشفي الجميع يا رب ويعافيهم.